اهلا وسهلا اصدقائي، اليوم واقفه معكم برا البيت بالمكان اللي فيه عندي نباتات خارجيه. حطيت بالفتره الاخيره حطيت تراديسكانتيا، خليتها، وهذه النانوك اللي هي قصتنا اليوم، وهذا تراديسكانتيا نشوفيني، وهذه التراديسكانتيا وندرينج جو جي اسمها. انزين وخلنا نشوف مع بعض. هني شوية نباتات اللي عالدري، هذه محتاجة قص، هي تكبر تشد حلوة وجميلة بس الحين محتاجة قص. عندي هذه ما اعرف اساميهم صراحة، نسيتهم، بس الحين خلنا نشوف موضوعنا اليوم. وصلني سؤال يقول شلون نجذر التراديسكانتيا نانوك اللي هي هذه، وانا مجذرتها اكثر من مرة، والحين خلاص شفت هذه شلون شدت حيلها وكل شيء جميلة، قلت خلنا اوريكم شلون اجذر. وهذه جميلة بعد وايد، انا مجذرتها. وهني في هذين العاديين اللي هم خارجي اساسا. هذه محتاجة ماي، اوكي، وهذي. فخلونا نشوف شلون نقص. المكان سهل جدا، هذه هي تراديسكانتيا، انقص من اي مكان بس يكون شوية طويل. انقص هذا المقص بين الاوراق، في مكان طويل انقص بينه. هذه محتاجة قص بس مو موضوعنا اليوم، دام اني برا ومعي مقص راح اقطع الزباله. اللي انا قصيتها تراديسكانتيا قصيتها من بين الاوراق بس خليت ان المكان يصير طويل. تعالوا معي داخل خلينا نشوف شلون الطريقه. والحين اصدقائي عقب ما قصيتها وخذيتها داخل معي في البيت، ابيكم تشوفون معي اللي موجودين اللي في اضاءه البيت الفرق بين شكل الورقه ونظارتها واللي داخل في البيت. هذه نانوك، قصدي هذه تراديسكانتيا، طويلة بس أوراقها صغار، يعني قاعد تحاول إن هي تتأقلم وتعيش، قاعد تكبر ما عندها مشكلة. زين بس نشوف الفرق. واحدة ثانية، هذه واحدة ثانية جميلة، يعني ما فيها شيء، قاعد تصير طويلة. أنا قصيتها يمكن 3 مرات 4 مرات قصيتها، بس نشوف خلينا نقرب. أيوه، وعندي بعد وين، بس شفتوهم شلون طشلون بشكل ورقة، طشلون باهتة، لا مو باهتة، يعني حجمها صغير، شكلها مو الأوكي، يعني لأن على إضاءة البيت وعلى الجرو لايت اللي عندي. اللي برا لأن شمس وكذي، شفتوا مش حالاتهم، وهذا اللي أنا قصيتها. تعالوا خلينا نشوف شلون نجذر. كذلك عندي واحدة هني من هذا النوع، عندي واحدة من هذا النوع، وعندي كذلك واحدة. خلنا أوريكم، قاعدة أجهز حق التصوير. أوكي، لحين ما شبيت الليت حق التصوير، عشان الحين أقعد وأصور لكم. لا شوفوا هذه شلون صايرة، هذه من أنواع التراديسكانتيا، حطيتها هني بين النباتات، أدري إنها راح تكبر وتصير كبيرة بس حاليا خليتها هناك. وخلونا نقعد ونعرف طريقة التجذير. أنا أجهز الكاميرا وأسولف لكم. أصدقائي الحين بما أن احنا قصينا ويبناها داخل، مثل ما قلت لكم نختار ساق شوية يكون طويل علشان احنا محتاجين نحط هذا كله في الماء عشان نطلع الجذور. فهو هني نشيل عنا أول شيء قبل لا نحطه في الماء، نشيل عنا الأجزاء التالفة والورق اللي تحت، كل الورق اللي تحت نشيله، ننظف الساق الطويل كاهو، نشيل عنا كل هذيل وبس يطلع عندي ساق طويل. ممكن هذا اذا كفي، نشوف على حسب، شوفوا مكان القص، اوكي، وهذه الاماكن هي اللي راح تطلع جذور، هذيل الاماكن هي اللي راح تطلع جذور. الحين هذه جاهزه ان احنا نحطها في مكان التجذير، يكون افضل بعد لو نحط اكثر من ساق، بس هذا التجربه
مو تجربة، هذا عشان انتم تشوفون. نحطه كذي ونحط لها ماي، نزيدها ماي، نخلي لها ماي. وكذي جذرنا التراديسكانتيا المكحلة من نوع النانوك، وبيكم تشوفون هذا تقريبا يبيلها من 5 أيام إلى 10 أيام تطلع جذور. طبعا كل ما نعرضها حق ضوء أكثر كل ما تطلع الجذور أسرع. فشوفوا اللي عندي أنا انجذرتها من قبل، شاطرة وشادة لفوق، ونشوف الجذور. يعني 3 أيام طلعت. طبعا هي قاعد تكبر جذورها الحين لأن صار لها فترة في الماي، محتاجة ماي زيادة. ما أحط ماي وايد أنا عشان ما أبي الساق ينترس كل الجذور، أبي الجذور بس تحت، فما أترس المكان كله ماي، أحط بس تحت عشان يطلعون الجذور وحق هذيل اللي أنا جذرتهم من قبل من نوع النانوك. وهذا اللي توني حين قصيتها، 5 أيام 5 أيام هم 5 أيام أسبوع تطلع. وراح طبعا مع الأيام مع الإضاءة راح تكبر الجذور، تصير أكثر وأكثر، وراح تطلع ورق زيادة نفس هذه. راح تطلع كل ساعة ورق ورق ورق، يفتح معاها لفوق، قاعد تكبر وتمد والجذور تزيد. اللي جذرت أنا من قبل أنواع ثانية من التراديسكانتيا، نشوفها نفس اللي وريتكم اياها تو هني اللي معلقه، وقلت لكم وايد قصيت منها وايد اقص منها. ونشوف الجذور، ترس البطل، ترس البطل الجذور. وهذه انا حطيتها في المطبخ لان بس خلاص شبعت صار وايد. ونشوف شلون، مو نفس اللي برا باهته شويه، هذلاك كبار ومبطلين حيل الاوراق. هذه مسكينة على إضاءة البيت وجو المطبخ بعد، نشوفها كذي بس. حتى ما فكرت أطلعها، نشوف الجذور لازقين في البطل، بس أنا مخليتها في المطبخ تعطي شكل حلو. وعندي كذلك هذه تجذير من اللي يسمونها اسمها شو اسمها وندرينج جو، اسمها وندرينج جو. هذه أنا قصيتها بنفس الطريقة، خذيت ساق طويل وقصيت من تحت الورقة، وشلت الورق اللي تحت بالساق وخليت بس اللي فوق، حطيتها في الماء جذرت طلعت. خذيت أكثر من واحدة، واضح إنهم أكثر من واحدة. ولما طلعوا الجذور كان أقوم بقلاصهم نفس الطريقة هذه، بقلاصهم وهم بقلاصهم، صبيت حطيت عليهم تربة كاهي، حطيت عليهم تربة وخليتهم. وهذه حطيتها هناك يم الجرولايت ناحية ثانية، ناحية ثانية لا مني حطتها، بس عندها إضاءة شوية أحسن، يعني مو إضاءة البيت، هذه جرولايت تقريبا يحوشها الجرولايت من بعيد. فنشوفها شاطرة وحلوة وجميلة. هذه الوندرينج جو، وهذه النانوك تجدير. أتمنى لكم متابعة ممتعة ويوم سعيد. باي.